التنين أو الصقر المقاتل، هذا ما يطلق على طائرة F-16 التي علقت عليها أوكرانيا الكثير من الأمال في قلب موازين الحرب ضد روسيا. ومع اقتراب وعد الناتو لتسليمها، أفادت منصة نيوز بريك بأن اليونان تستعد لبيع 108 من مقاتلاتها القديمة التي ترغب في التخلص منها، ومن المرجح أن يتم نقل 32 مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، بعدما شنت كييف وأنصارها في الخارج حملات من أجل تسليم هذه الطائرات منذ أشهر، بحجة أن التفوق الجوي على روسيا هو السبيل الوحيد لتسريع عملية استعادة الأراضي الأوكرانية. بوتين سبق وحدد مستقبل هذه الطائرات بالنسبة لروسيا. من المتوقع أن يكون 12 طياراً جاهزين لقيادة الطائرات في عمليات قتالية بحلول هذا الصيف، بعد 10 أشهر من التدريب في الدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة. وبحلول الوقت الذي يعود فيه الطيارون إلى أوكرانيا، سيكون قد تم تسليم ما لا يقل عن 6 طائرات من طراز F-16 من بين حوالي 45 مقاتلة وعد بها الحلفاء الأوروبيون. كما أن هناك حاجة إلى إصلاح مدارج الطائرات العسكرية القديمة في أوكرانيا والتي دمرتها الحرب، ما يمكن أن يزيد من تأخير دخول تلك الطائرات إلى الحرب. لكن الغرب الذي دائب على دعم كييف بالسلاح من أجل هزيمة روسيا، أكد في الوقت عينه مراراً عدم رغبته في إشعال فتيل مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وبين موسكو التي هددت أكثر من مرة بأن واشنطن تسكب الزيت على النار، وأكدت أن أي مقاتلات أو صواريخ متطورة تصل لأيدي الأوكرانيين ستكون في مرمى النيران الروسية، وإذاناً بأن الحرب توسعت.